اوه الكاميرا شغاله. سالك بحال شباب، معكم اكس اكس اندرسكور دعس فورتنايت، واليوم جابكم فيديو جديد. اللي ما عرف نزل السيزون الجديد لفورتنايت، فاحب بدايه كل سيزون افوت ادعس واطلع، فخلنا نسوي هالشيء على السريع. اوكي نسيت انه عندي من اندر سكنات باللعبه وانا ساحب عليها للحين. نادر ولا عبد الله؟ اوكي خلنا نشيك الباتل باس. والله ما بستناك تغير 11 سكن، بعدين بشوفك. زق زق. شو الموسيقى؟ اوكي لازم كل مرة يحطوا لك واحدة مزة عشان كل الاولاد الصغار. والله مزة، خلني اشتريها بسرعة. طيب شوفي كمان. هذا رهيب، هذا رهيب. هذا المفروض يحطوه تير 100. طيب شو عندنا كمان سكنات؟ طبعا ساحب كل شيء بس قاعد اشوف سكنات او الركسه. خلينا نشوف شو في ركسات. ولازم كل سيزون يحطوا لك سكن الشرير او الشريره. طيب للحين ما في احلى من سكن الموزه. وين وين؟ لا وين؟ ثواني. ايوه انا هون. ولازم كل سيزن يحطوا لك سكن. ما ادري ما ادري. لا ما في كأول مرة يحطوا. اوكي ما ابي اسمع، ما ابي اشوف. ولازم كل هاي يحطوا لك واحد لابس قناع. ايوه التقليد. ايوه ولا كأنها لايف لاين ابدا من ايباكس، ولا نفس الحركة. شوف فورتنايت يعني لما رفعوا عليكم قضية ببجي دافعنا عنكم، قلنا باتل رويال وفكرة مو مسروقة بس تو ماتش شوي. وسمعت انه راح يرجعوا انك تعيش صاحبك نفس ايباكس ليجند. استنوا قضية من اي اي على ايباك جيمز قريبا. طبعا قبل لا نبدأ كم حد يقول بشار ليش قاعد تلعب فورتنايت؟ ترى العب فورتنايت من اول اسبوع، عندي فيديو 600,000 مشاهدة كيف طلع هالسكن ببلاش للمطفرين. يا ساكن في الامارات عفوا. ايه عفوا قل لي شكرا. قل عفوا انا اللي حليت مشكلة اللاج، تواصلت مع الشركة اللي كان في لاج بالامارات من زمان، فلا تسألني ليش قاعد العب فورتنايت. يلا خلنا ندخل. استغفر الله تعصب الواحد. بسم الله بسم الله. اتذكر سولو دو سكواد. شو كلها؟ سولو دو سكواد تيم رابشر بلاي جراوند 50.50 كلوز. هاي لسه ما انقرضت 50.50 على ايامي كانت. شو ندخل؟ طبعا ما يحتاج ادخل مع اي حد، سولو على طول داس. اوه سكن جديد مطرقة بس. ايه اوه بركان وسفينة قراصنة. التحريات اللي سويتها على البركان طلعت صح. طيب خلينا نطلع البركان. جبت لكم داعس، ما يهمني شيء. اقسم بالله ناسي كيف ابني دائرة، بعدين بعد الدائرة ايش؟ والله لنجيب العيد. اوكي اوكي بسم الله توكلت على الله. والله ناسي كل شيء. لا تتذكر ان هالسلاح زق. شو الاي ام ال 2؟ هي ما اموت من النار. اوكي دائره بعدين كيف كيف احول كيف الو. اوكي لحالي احول معكم السلايدر. تعال تعال السلاح على ابو الحول. والله اعرف ابني. تعال تعال لا 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 الكلب. هو ما عنده اسلحه صح؟ شو هيك؟ وين شو وين داخلين؟ ماين شو دخل ماينكرافت؟ ما عنده سلاح. هي طب تسخين تسخين الجيم الجاي. اخيرا كم الساعة؟ ساعتين الحمد لله دخلني. اوكي وين البركان؟ بركان بركان. هالجيم حماس، هالجيم حماس. لازم يحطوا نغمة للنط. بحط انا.
اقدر انزل بالنص عند البركان بالضبط. اوهون شوف فيهم تحت. اوه ندخل بالبركان. اوه هاي هاي يا كلاب ليش؟ اوه شو هاد؟ اصحاب ام البركان؟ اوكي لا لا اللي ايم كذا واللي طخ كذا. ايوه ايوه تعال تعال. لا بسوي نفس اللاعبين كذا. ايوه كذا لا لازم اسمي الفيديو افشل لاعب عربي في فورتنايت والله. ولا تعرفوا ايش بسوي؟ كليك بيت بحط اقوى لاعب عربي فورتنايت مع ثمنيل. اوكي تعرفوا ايش حصبت؟ شوف الدعس الحين شوفوا بشار على حقيقته. اول قتله ثاني هون تعال ابلع ابلع ابلع. ايوه اوكي ذابح ثمانية. يجيب السكواد اللي هنا على السريع. ابلع ايوه ابلع. ايوه وين اخر واحد؟ لا لسه باقي واحد. ايزي بيزي اوكي 23 قتلة بيلي اخر سكوات. ابلع ايوه هلا بوي. نعم ايه يلا الحين بيجيك ثواني بس.